السلام عليكم يعطيكم العافية الفيديو هذا عشان اشرح لكم السؤال اللي دائما تسألوني اياه شنو افضل شركة عندي بالبيت او شنو اشترك من شركات الفايف جي طبعا دائما جوابي كلمة واحدة جرب الشركات الثلاث الفيديو هذا في عندي بس شركتين زين بس انه تجربة حلوة شوف الداونلود ممتاز الابلود مو جيد نهائيا طبعا هذا عنده اس سي بالبيت عنده بيت ثاني ممكن يكون اس تي سي افضل بس ببيتهم اس تي سي قاعد يعطي داونلود وايد ممتاز فلا يغرني سالفة الداونلود بس اذا عم بلعب شنو احتاج احتاج الابلود هم بعد مو بس العب حتى لمن برفع ملفات لمن يشبكون وياي اهلي بيسولفون واتساب اكثر من شغله بدق واتساب سوالف هذا وين بلعب جيم فراح تاثر عندي الابلود وايد انزين شنو نسوي؟ راح تجرب شركه ثانيه شوف شوف هذه الشركة الثانية عنده شوف هذا 5G وكذي يعني هذا مستعد حق ال ال 5.5 بدون شيء <applause> هو شي. عنده 5.5 بدون شيء فشوف ال الابروتش حالاته صار عنده الداونلود شحالاته صار عنده زين طبعا عنده هني شركة اريدو حاليا عنده هو بشكل عام ياخذ شركة اريدو راح تكون عنده وايد ممتازة زين أستيز... زين ما تجرب زين هو لو مجرب زين كنا قلنا ما يخالف بس هو ما تجرب زين فبالوضع بالوضع اللي هو فيه اكيد راح ياخذ اوريدو راح يكون عنده وايد ممتاز حق الجيم دائما الشركتين هذيل اللي ما اوريدو واس تي سي افضل شركات حق الجيم من ناحيه البنك المنخفض أ... ميدل ايست واوروبا افضل شركات حق الجيم اس تي سي وأريدو حطوها ببالكم زين تعتبر شركة إذا ما عندك حل ما كل إنك تأخذ من شركة زين هذا هل هو مستخدم آه انتينا لا هل مستخدم راوتر لا على الفايف جي الى تليفونه. زين هم بعد مرة ثانية عشان نتأكد نوريكم فايف جي تليفونه زين فالفايف جي تليفونه والتصوير الحين من قبل شوي مصور لي الفير زين لو عندكم الفير انا عندي بالليل زين فمصور لي حتى تتأكد كا توقيت نفس الشيء دقيقة الفرق بينهم فهذا نتائج هني عرفنا التصميم أو إن يعني أي شركة نحتاجها زين وأي شركة راح تكون عندي ممتازة هني أنا يعني أشترك بساعتها بال 5G يمكن الراوتر يعطيني أقل بالداونلود بس يعطيني أكثر بالأبلود هم بعد ساعتها كنت حلت مشكلتك كلها يظل عندك شنو؟ يظل عندك تبي تلعب بشكل احترافي تكلمنا عندك الأيسوز اللي عندك في البيت ويعطيك العافيه